ودلوقتي ميعادنا مع فقرة الطقس، وليندا اطمنا على آخر أخبار الجو اللي طبعا كلنا ملاحظين إنه في ارتفاع في درجات الحرارة، لكن ليندا هتقول لنا كل التفاصيل. اتفضلي يا ليندا. الحقيقة هدير، فعلا في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وكمان هتزيد بكرة في أول أيام الشهر الكريم، يعني بكرة هتوصل ل 36. ف يعني ربنا الله يلطف المستعان بالجميع ان شاء الله. اتفضل. هيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده الطقس هيكون حر على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وهيكون شديد الحراره على جنوب الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون برد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، وهيكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. قبل ما نستعرض مشاهدينا درجات الحراره، خلونا نروح لدكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. يعني يا دكتور، البلاد النهارده بتشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، عايزين حضرتك تكلمينا اكتر عن الظواهر الجويه الثانيه اللي هتشهدها البلاد النهارده. بالفعل يمكن احنا كنا على مدار هذا الاسبوع بنشهد ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره، لكن اعتبارا من اليوم ارتفاعات درجات الحراره هتكون ملحوظه، يعني هترتفع عن الامس بحوالي 4 ل6 درجات على كافه انحاء الجمهوريه. احنا طبعا بنتاثر بكتل هوائيه قادمه من الصحراء الغربيه وصحراء شبه الجزيره العربيه، الكتل دي شديده الحراره فبتعمل على ارتفاع درجات الحراره خلال فتره النهار مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس، فالطقس بالفعل خلال فتره النهار هيكون حار، خلال فترات الليل هيكون بارد، يمكن في فرق كبير بين العظمى والصغرى بيوصل لاكثر من 15 درجه مئويه، بالاضافه ان اليوم كمان في شبوره مائيه تكونت في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، الشبوره المائيه دي هتبدا في التلاشي مع سطوع اشعه الشمس، يعني ان شاء الله ساعه بالكثير والرؤيه هتتحسن معاها على الطرق، لكن هيكون في اتربه عالقه خلال ساعات النهار، ده هيؤدي كمان لانخفاض الرؤيه الافقيه على الطرق، بالاضافه كمان ان في نشاط للرياح في اقصى غرب البلاد زي مطروح والسلوم، نشاط الرياح ده هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه. احنا بنقول ان احنا بدانا من اليوم ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، ذروه الارتفاعات هتكون غدا السبت ان شاء الله، ده هيتوافق طبعا مع بدايه الشهر الكريم. كل سنه وحضراتكم بخير. طب يا دكتور، ايه النصايح اللي حضرتك ممكن تقدميها للمواطنين، خصوصا بكره ان درجه الحراره هتوصل في القاهره ل 36؟ بالفعل احنا غدا الطقس هيكون شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، فالنصيحة الأساسية إن الكتل الهوائية دي نسب الرطوبة فيها منخفضة، فالإحساس بدرجات الحرارة مش هيكون عادي، فاحنا أول نصيحة نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ده هيساعدنا بشكل كبير جدا ما نحسش بدرجات الحرارة العالية. أثناء فترة السحور طبعا بنتناول المشروبات والسوائل والمرطبات بشكل كافي، بالإضافة كمان للمتابعة الجيدة للنشرات الجوية، لأن الفترة دي بالفعل فيها تقلبات جوية حادة وسريعة، وطبعا السادة قائدي المركبات والمسافرين على الطرق مع انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية أو حتى الأتربة العالقة لأنها بتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، دايما تبقى القيادة بهدوء تام، بالإضافة كمان إن احنا لسه ساعات الليل الطقس هيكون فيها بارد، فاحنا نخلي بالنا من ساعات الليل، دايما محافظين على قطعة ملابس إضافية أو الملابس الخريفية أو الشتوية خلال فترة الليل، معانا جاكيت نرتديه لما نحس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل، لأن احنا أكيد في فترات النهار هنخفف ملابسنا مع ارتفاعات درجات الحرارة. طب يا دكتور، من المتوقع أن درجة الحرارة في القاهرة يوم الأحد توصل ل 31، يعني من 36 بكرة ل 31 يوم الأحد، فعايزين حضرتك تقول لنا هل هيكون في تقلبات في الفترة اللي جاية كتير؟ هو احنا طبعا على مدار، يعني احنا بنقول 36 بالفعل يوم السبت، لكن يوم الاحد هتنخفض انخفاض طفيف، يوم اللي هتبقى 31 درجه مئويه، الاجواء هتبقى حاره برضو خلال فتره النهار، ومتوقع على مدار الاسبوع يعني ان شاء الله يكون بعد يوم الاحد الاثنين كمان هيبقى في انخفاض طفيف، لكن تاني درجات الحراره تعاود في الارتفاع، فالاسبوع المقبل الاجواء هتبقى حاره اغلب ايام الاسبوع ان شاء الله، وهيكون في نشاط للرياح خلال ساعات المساء على اغلب مناطق الجمهوريه ابتداء من يوم الاحد، نشاط الرياح ده هو اللي هيساعدنا على الاحساس بالاجواء اللطيفه خلال فتره المساء، الاجواء الربيعيه خلال فتره المساء. التقلبات الجويه هي الفرق الكبير بين درجات الحراره خلال فتره النهار وخلال فتره الليل. شكرا دكتور منار. مشاهدينا، كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه، وهنبتديها كالعاده من القاهره، بتسجل العظمى في القاهره 33 والصغرى بتسجل 17، الاسكندريه
العظمى 30 والصغرى 17، مرسى مطروح العظمى 33 والصغرى 17، سيوة العظمى 35 والصغرى 18، بورسعيد العظمى 31 والصغرى 15، دمياط العظمى 30 والصغرى 16، الإسماعيلية العظمى 32 والصغرى 17، السويس العظمى 32 والصغرى بتسجل 17. هنروح للعريش العظمى فيها 29 والصغرى 14، طابة العظمى 34 والصغرى 21، سانت كاترين العظمى 28 والصغرى 10، شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 21، الغردقة العظمى 33 والصغرى 20، الفيوم العظمى 34 والصغرى 13، بني سويف العظمى 34 والصغرى كمان 13، المنيا العظمى 35 والصغرى بتسجل 14. هنروح لأسيوط العظمى فيها 35 والصغرى 14، سوهاج العظمى 36 والصغرى 16، قنا العظمى 36 والصغرى 16، الأقصر العظمى 37 والصغرى 18، أسوان العظمى فيها 38 والصغرى 18، الوادي الجديد العظمى فيها 39 والصغرى 20، شلاتين العظمى 35 والصغرى 19، وأخيرا حلايب العظمى 36 والصغرى بتسجل 18. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا، دلوقتي هنرجع لأحمد وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك.